احنا النهارده حتى واحنا في 50 سنة متهيألي جمال عبد الناصر لسه ما ماتش، ويمكن بالنسبة لنا احنا اللي احنا اتعلمنا ايامه اتعلمنا بجودة عالية في التعليم ومجانية حقيقية، وعطاني عمل ما روحتش خبطت ولا جبت واسطة ويعني لم اراق وجهي، وبعد كده بنفس القوانين عطاني معاش اللي طلعها سنة 63. كل ده جمال عبد الناصر، والمرة دي بقى سد جمال عبد الناصر جاب الفيضان اللي الإخوان بيقولوا إن كان البحيرة السد هتبقى استاد السد. ربنا قال لهم خدهم عندكم مية هتعيشكم على الأقل 3 4 5 سنين. موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. أنا نعيم سليمان البدوي أبو رائد العقرباوي أتشرف كل عام بزيارة هذا البطل العظيم، بطل الحرية والشرف والكرامة الذي يحترمونه في العالم وخاصة في القارات الثلاث، يحترموه لحد الآن في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأتشرف كل عام بزيارته 3 مرات لأنه من باب الواجب علي وعلى شعب فلسطين أن نزوره ونحترمه ونذكره دائما بالخير، لأنه القائد العربي الوحيد لجبل دم الطاهر بتراب فلسطين الطاهرة في معركة الفالوجة، فعليه رحمة الله وإن شاء الله إنه بجنات الخلد إن شاء الله. أبو رائد العقرباوي.